واخ شنو اسم المستعار اللي تعطينا؟ الصوت ديالها واضح، الا كان واضح كلشي كتب لي 5-5. شنو اسم المستعار اللي تعطينا؟ لا دير شيء، دير هاجر. هاجر 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 من قلب عامر. هاجر اخويا، هاجر اخويا، وما تعطيش الصوت ديالي. لا صوتك راه مبدل، صوتك مبدل، داكشي اللي كاين. هاجر من قلب عامر. عامر اخويا، عامر محتاجات. عامر اخويا بركسي على هاد عامر، فالله يفاجئ عليك قبل ما تبداي. عامر بزاف، عامر وبزاف. شوقتينا نسمعوا القصه ديالك هاجر. هاجر تفضلي عاودي كاع داكشي اللي بغيتي، حنا تنسمعوك هاجر. بارطاجي خويا. خويا انا كي قال هذاك حياتي من صغري دوزتها تعيسه. ملي كانوا الوالدين الى دابا. كان اخويا الوالدين ما كانوش عاطينا الاهتمام، ما كانوش عاطينا الحنان. كبرنا اخويا بلا قرايه، كبرنا بلا حنان، كبرنا بلا حتش. خويا ماتوا الوالدين، مات الوالده يعني. جات مرت الاب، عست معاه في التعاسه حتى هي شافتني. قالت للوالد عيني من عينها حرام. لقيت اخويا بواحد السيد. كيفاش عيني من عينها حرام؟ يعني زعما ما قبلاتكش؟ يعني ما قبلتنيش. وباك وافق؟ أخويا وباك وافق، وافق مع با كبير، رجل كبير، صافي باش غنات له كيشطح. يعني ما نعرفتش من الله ولا من ولا يعني منها هي يعني كيدير لها اللي بغات ولا صافي. جات دوزت معاها قول واحد 6 شهور ولا شي مزيانه منها خويا. وانا في العذاب، ما كتخليني نطلع الكوزينه، ما كتخليني نطيب، ما كتخليني ندير حتى شي حاجه. شفت قلت انا غادي نبقى هكا نقلب على راسي على الخدمه. مشيت قلبت على الخدمه، كما من شركه ملي دخلت لها كيستغلوني. كيفاش راك عارف كيستغلوني؟ ما فهمتش. يعني بغيتي تخدمي نستغلك، كيتعداو عليك؟ كيستغلوا يعني، ماشي كيتعداو عليا يعني التحرش. دخلتي لشي خدمه خصك مولاها يتحرش بك. اها. ما بقتش عندي الخدمه. جاني واحد المرض المهم، جاني واحد المرض، جاني في الوالده. مشيت درت العمليه، جلست الارض الاول. بعدا خويا بعدا وقع لي واحد المشكل. راني مرته كبار، راني يعني كنهضر كنهضر وكنترعد. شوف اليوم عندك واحد الفرصه تخوي قدام المغاربه كاملين، عرفتي الالاف ديال الناس غيسمعوا القصه ديالك. بعض المرات نحتاجوا نهضروا قدام كلشي. سمعني، محتاج نخوي. اليوم عندك ديك الفرصه تقولي قدام الناس انا محتاج نخوي قدامكم كاملين وكلشي يسمعني. فاليوم اخوي كاع داكشي اللي ضرك صوتك راه مبدل وما كاينش اللي غيعرفك شكون انت. واش درتي؟ جا واحد من واحد البلاد. مشيت انا لواحد البلاد، يعني ماشي البلاد فين ساكنه انا. تلاقى بيا، كان غادي لواحد البلاصه بقى تابعني. لا بغيت المعقول، لا بغيت المعقول، ما بغيتش نشد. يعني كانت واحد السيده غاديه معايا، قالت لك صافي، قالت لك المره عطيني النمره، عطات النمره ديالي انا. ماشي انا اللي عطيتها له، عطاتها للسيده اللي كانت معايا. بقى كيصور عليا، واش انت فلانه اللي تلاقيت بك في البلاصه الفلانيه؟ قلت له اه. قال لي باغي المعقول، وشتك وبنت بلادي وهادي، وبين فيك المعقول وبين فيك هذا. وانا قال لي راني عسكري ومثلي المرأة ومخلية لي البنت، وراه عندي وعندي وعندي. المهم بقى كيفو عليا، راه عندي شحال من يقول عندي في البنكة، وخص لي دات لي يعني اللي ديتها تكلفت لي بالبنت، غير البنت الله ليا في بنتي، وغادي نكتب لها وغادي نعطيها وغادي ندير لها. المهم قلت لي شوف اخويا، انا ما بغيت لا يعني لا مال ولا حتى شي حاجه، بغيت نعيش مستوره يعني. وديك البنت غادي نديرها بحال بنتي. المهم بقينا كنهضروا كل شي 6 شهور ولا شي حاجه. اخويا هذاك السيد، ما نقول لك شي، لا الى مش عويد ولا داكشي عطيه له من عند الله. الوالدين ديالي مشاو لواحد البلاصه. كيفاش مش عويد؟ طلع عليا قال زعما تلفك. تلفني ونهار فين جا الدار لهنا. الناس اللي كانوا معايا حتى هما ضاخوا،
حتى وقعت الواقعة عاد بنادم ذكي يعني استوعب براسو عرف براسو شنو كيدير. المهم صنع صنع عليا قال لك بقى كيهضر معايا شي 6 شهور ولا شي، صنع عليا قال لك راه غدا ان شاء الله راه غادي نجي نخطبك من عند والديك. قلت له نتايا خليتني حتى مشى والدي يعني لواحد البلاصه اخرى، عاد قلت لي عليا نتايا، قال لك ماشي مشكل انا ما عنديش الوقت خصني حيت نجي غدا ان شاء الله، صنع عليهم قول له يجيو نقضيو شغلنا ونصوبوا امورنا ديك الساعه، المهم وشوفوا نتوما واش غديروا. قلت له واخا. صونيت على والدي ديك الساعه كان قيم ميتين، صونيت عليهم قلت لها راه واحد داك السيد اللي كنت قايله لك راه جاي جاي للدار غدا ان شاء الله. قالت لك وحنا ما كاينينش وكي غادي يدير يدخل وهذه وهذه وهذه. المهم الوالده ديالي واخا هكاك تقبلت الامور، قالت لك سيري لواحد السيده كتجينا وقول لها تحضر معاكم حيت يكون جاي ما تدخلاش حتى تجي للمراه. قلت لها واخايت. صونيت على هذيك السيده، جات هي وولدها درنا لهم الغدا دخلت تغداو، جينا خويا باللبسه ديالو كوستيم والكرافطه المهم، وجايبو واحد الشكره شدها في يدو، دخل معاه هذيك الساعه كان دخل معاه العنب دخل معاه السكر دخل معاه المهم الديسير ديالو. تغدينا بقى ديك بنت عمي قال لها انا فلان يعني انا راه كنعرف ها اللي كان عارف واللي كان عارف واللي كان عارف في العائلة ديالنا، حنا ما قلنا له زي يعني دوك الناس راه كيعرفونا ولا راهو ديالنا ولا راهم. قال لها انا ديك البلاد ها اللي كان عارف فيها وها اللي كان عارف فيها. نتقات السيدة اللي كانت معانا قالت له هادوك الناس اللي قلت لنا راه من العائلة ديالنا. قال لها ايوا هي سوليهم عليا وهما يقولوا لك وهما يقولوا لك. هو خرج أنا المهم أنا قاعدة حداهم وخاك قاعدة حداهم وأنا مصدومة خطرخطة هذيك السيدة اللي المهم راه تفرج لبرا ما خصنيش نقول شكون هذيك السيدة إلا سمعات راه غتعرف شكون يعني غتعرف القصة ديالي غتعرفني. خطرخطة كتقلب لي كتقول لي مالك أويلي تواكضي مالك يعني أنا قاعدة وأنا غايبة كيقولهم شي هضره كيقولهم شي هضره غادي ندير لها يعني غادي ندير هاد البنت وغادي نفعل لها وغادي يعني غادي نوفر لها جميع الامكانيات وهادي وانا صلى لي غير في بنتي وانا غنكتب لها وانا ديك الكلام اللي كيقول كيدخل لي هنا ويخرج لي هنا. كنقول انا على هاد زعما هاد الشيء غادي انا غادي يوقع ليا وغادي يكون عندي وغادي مستحيل. كدور ديك السيده اللي جايبين وكتلقاني ساهية وكنغزني هكا وكنكيني بيضه كتقول لي تواقضي. خرجت وقلت لها هذا الكلام اللي كيقول هذا السيد هذا راه ما تخلي لهنا ما خرج لي هنا. قالت لي اوكي. قالت لي قال لي كيعرف فلان وكيعرف فلان غادي نصونوا عليهم حيت صونينا على دوك الناس. قال لك حنا هذا السيد ما كنعرفوش. قلنا راه عطانا الامر ديالكم وراه قال لك ها سميتكم ها سميه. قالت لك لا حنا ما كنعرفوش. قال لي زيدو كيعرف واحد السيد عاود من العائله ديالنا العائله ديالي انا داك السيد قريب لنا بزاف عاود. صونيت عليها انا قلت له فلان راه جانا واحد راه بغى يتزوج بيا. وهو قال لي اسميتو راه كيعرفك وكيعرف مرتك وكيعرف. قال لي انا ما كنعرفش هذا السيد. المهم جا قعد معانا داك النهار بات معانا في الدار هنا كان نعس في واحد البلاصه. كنت انا نعس في واحد البلاصه. هادشي في النهار ديال الخطوبه ديالك؟ فاجا راه باقيين ما جاو مالين طار يعني مالين طار حتى مع الاخر اللي يجي دابا خويا وديك السيده غير انا وديك السيده وخويا اللي كاين في الدار هكاك وتتسناو حتى الله غادي يجيو عائلتك. صافر الله يا ربي كلشي دير رجع مع باكم كلشي برك على الجيم وبارطاجي جيم وبارطاجي ولا ما مشاركش يشارك كملي لي حاجه. المهم قال لي انا كنعرف انا هذا الشيء. قال لي راه كنعرف السيد اللي قلت لك. قال لي راه كنعرفه من العائله. صوني سأل على داك اللي قال لي راه كنعرفو. قلت له فلان راه جانا واحد وراه بغى
يخطبني وراه قال لك كيعرفك وكيعرف مراتك وها سميتو ها سميتو هو السميه ديالو عاطيها حقيقيه ولكن نكيا قلبها. قال لك اودي انا ما كنعرفش هذا السيد. قلت له راه قال لي السميه ديال مرتك والسميه ديال الطوموبيل اللي عند مرتك وانت سميتك وهذه. المهم راه قال لي انا ما كنعرفوش. المهم قلنا لدوك الناس الاخرين اللي قالنا العائله قالوا لنا ما كنعرفوش. عاود قلتها انا عاود لهذاك اللي قريب ليا بزاف من العائله قال لك ما كنعرفوش. المهم ما عرفاش بيجو بقي ما جاو خلصوني الدار ما عرفاش بيجو. قال لك انا غادي نمشي لفاس غادي نمشي نجيب شي حاجه من فاس. شاف الخاتم عندي في يدي خاتم كنت لابسه خاتم ديال النحاس وخاتم ديال الذهب. قال لك راه عندي واحد السيد من العائله من البلاد عطيه لي نصيفطو له باش حيت يجيو هما للدار ديالك ويكون الخاتم ديالك موجود عطيني باش ندق لك عليه. حيت الخاتم من يدي ديال الذهب وعطيته له ديال النحاس ديال النحاس عطيته له قلت له هكا هو هذا دار دور السيد. عاود ولا ليا قال لي داك الخاتم اللي عطيتيني راه جيت نخشيه في جيبي وراه طاح ليا كي غادي نديرو دابا هو راه كيمطر غير باش نعطيه الخاتم الاخر ديال الذهب. شوف الخاتم اذا مشى يبيعو ولا راه على ولكاه نحاس يعني ما استقبلوش. قال لي عطيني الخاتم عطيني داك الخاتم اللي في يدك. قلت له هذاك الخاتم اللي في يدك ما غاديش نعطيه لك. قال لي لا واش بيناتنا واش شكيتي فيا. قلت له انا ما شكيتش فيك ولكن انا عطيتك هذاك وانت رميتو غادي نعطيك حتى هذا وغادي ترميه. سير قلت له جيب الخاتم كيما جبت الخاتم غادي نلبسو انا إلا كان كبير. قلت له غادي نقص فيه كان صغير غادي نعاود نبدلو ما غاديش. قال لك لا ما تقتيش فيا وهذه. قلت له واخا ماشي مشكل هكا الخاتم عطيته الخاتم التليفو ديالو. قال لك التليفو ديال قال لك راه التليفو اللي عندي راه الباتري ديالي كيطفى راه كيطفى ودابا انا راه ما شارجيتش التليفو ديالي دبري لي في التليفو عطيه ليا باش حيت نمشي نلقى نتكلم معاك حتى نجي عشيه ونرد لك التليفو ديالك. المهم الحاجه اللي قالها ليا صافي انا كان هلكي الحمقه كنقول واخ 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 بحال اللي دار عطيتي التليفون عطيتي التليفو ديال مرات خويا عطيتي التليفو ديال مرات خويا قال لك وانا غادي نمشي لفاس مشى لفاس حتى الخاتم حتى البورطابل. قال لك مشى نقول خرج مع تسعود. قال لك انا وانا غادي العصر يلقاني هنايا توخيت. قال لك ما تخرجي ما تدخلي العصر. قال لي غادي نجي ونهزك من الطرف هنا غير كنسيه ونمشيو للدار عندكم باش الصباح تجي الوالده ديالك والوالد واخا. ودن العصر كنصوني على الراجل الو فين راك هاني جاي. قال لك في الطريق. بعد قال لك هاني جاي في الطريق ما تخرجيش حتى نجي عندك. قلت له واخا. وتنات المغرب كنصوني عليه فين راك هو ولد الحرام كيديني راني هنا حتى لديك ديال حتى لديك ثلاثة ديال الليل ولا ربعة ديال الليل صافي فقدت الأمل. بقيت كنبكي عند الناس عند من راني أنا قاعدة دابا عند من خلاني. جاتني السيدة قالت لي أنت بديتي تضرك اللي راكي كتبكي. قالت لي ما جاش هنا يجيب والدي. قالت لي الا تبدل الراي ديالو ما بغاش ولا هادي الا يجيب والديه. انا يعني راه كنبكي على الخاتم وكنبكي على حوايج اخرى اللي وقعت لي. ويلي دا الخاتم والتليفون دا الخاتم ودا التليفون ودا فهمتي وفهمتيني شنو دا؟ ايوا دا داكشي اللي كيطا. شنو تفلى عليك؟ كيفاش؟ شوف راسوسك مبدل اختي، شوف راسوسك مبدل ما كاينش اللي يعرفك. ضحك عليا خويا ضحك عليا. اوو ضحك عليا. كنصوني عليها بقيت كنبكي صافي ضربت صافي جات جا نص الليل بقيت كنبكي كان ربي اللي خلقني. نوت ديك السيدة عند مراني. قالت لي شوفي هاد البكا اللي كتبكي راه شي حاجه بيك. قلت لها ما حتى شي حاجه ما بيا. لا قلت لها انا حتى كتبي تكاد ليا وكتعاود تعوج. انا هادشي قلت لها راه يعني
قالت لي شوفي نقول لك هي الام ما دار لك شي حاجه ام ما عطيتيها شي حاجه ما عطيتي. قلت لها قلت ما بغيتش المهم قلت لها قلت الله ما نقول الخاتم والبورطابل ولا نقول الا قلت هذيك صافي عمري غادي عمري كان غادي يتحد ديك الساعه يعني. قلت لها عطيتو الخاتم قالت لي عطيتي قالت لي كاين الخاتم اللي كان في صبعك ديال قلت لها عطيتو الخاتم ديال دابا عطيتو البورطابل ديال السيده اللي معنا في الدار ما نقولش ما نقولهاش. قلت لها عطيتو التليفون وعطيتو البورطابل قلت لي التليفون البورطابل يعني ما شي حاجه اخرى. قلت لها لا قالت لك صافي الله يهنيه قالت لك غير ما تكونيش يعني وصلتي مع شي حوايج اللي هما هادوك تليفون البورطابل الله يهنيهم. قلت لها ايوا انا والوالد والوالده اللي راه جايين من البلاد يجوا ما يلقاوش شي حاجه وراك عارفه. نقاطعك واش كان جاب بوحدو ولا كان جا معاه شي حد؟ جا غير بوحدو غير بوحدو غير بوحدو جا سقوط هذا غير بوحدو. المهم رقدت ديك الليله هو كي قال هذاك ما رقد ما انا هكذا ما انا قاعده بقيت صافي كان قرض الله وكان فكر ربي اللي خلقني كان نبكي بالكيه اللي فيا. صباح الصباح صونت عليا مرت خويا قالت لي راه جات على الوالده ديالي والوالده قالت لي راه جات خالتي وراه جا عمي اجو قال لك اجي راه ما سامعينش يعني راه ما سامعينش. صافي نوض بقيت كنحيط في داك الصباح وكي غادي ندير وكي غادي قالت لي شوفي قالت لي السيده عند من كنت قالت لي دروك اللي عطى الله عطاه قالت لي بقى الخاتم في البورطابل خليفة على سيدي ربي الله يهنيها نوض بينا نمشيو هزيت راسي وجينا نوض للدار عندنا. قبلت الباب شفتني الوالدة ما يعني وجهي ما وجه حالتي ما حالة عيني ما عينين العينين منفخين الوجه صفر يعني حالتي هي شافتني الوالدة قالت لي ويلي اش هاد الحالة واش هاد الوجه واش هاد هذا صافي طحت انا سخفت بيناتهم. كتقول المرأة عند من كنت انا غير قولي لي مالها غير قولي لي مالها قالت لها ما كان مالها راه قالت لها ولد الحرام راه قالت لها راه جا البارح لعندنا وراه مشى لفاس قالت لها راه قال لها راه غادي نجيب شي حاجه في فاس قعدي هنايا في الدار ديال العائله حتى نولي لك وراه دا لها الخاتم وراه دا قالت لها الوالده ديالي غير الخاتم قالت لها هي كيبقات غير في الخاتم وفرد قالت لها الله يهنيه نوضت قالت لي اجي دخلت معها البيت اخر قالت لي واش الخاتم غير الخاتم لي يعني ما قاصد قلت لها لا قلت لها لا ما قدرتش نقول لها ما قدرتش صافي بقات هكاك بقينا يومين ولا ثلاثة صونا ولد خالي قلت له راه داك السيد اللي قال لي يا ويلي هاني قلتها مهم صونا قال لي يا ديك الهضرة اللي قلتي لي ام درا واش داك السيد سنوس قلت له هذاك السيد راه دار اللي دار وراه مشهرب قال لي يا عاد عرفتو قال لك هذاك راه خدمته هذيك قال لك هذاك راه كان هذاك كان هنايا في الحبس ديال يعني ديال ديك البلاصه فاش كاين وهذا السيد اللي قلت لك هو خدم تمايا في الحبس قال لك هذاك راه خدمته هادي يعني خدمته هادي عاود تكلم معايا داك السيد اللي من العائله قال لك يعني هذا اللي خدام في الحبس اللي كان مشدود عنده قال لي يا يعني ما طرات شي حاجه قلت له لا ما طرات شي حاجه ضربنا الفقد لقيناه داي وحده من العائله صافي مشى هذاك بقاو كيكرر عليا العائله خلاص ياك ما قلت له لا ما كانت شي حاجه ما قدرتش نقول كاينه شي حاجه الا قلت كاينه شي حاجه غادي يقولوا لي انتيا يعني انتي واخا يعني ما بيدي ما برجلي غادي يقولوا لي انتيا داس هذيك مشى الله يهنيه عاود جا واحد اخر عاود ثاني نفس المشكل وداك ما عاودتيش قلبتي عليه ما قلبتي عليه ما هو لا باين هذاك ما هضرتي معاه وباين وخدم
ما هضرتش معاه، ما هضرتش. وعاود من ورا هاد الفعله هادي تشاد في الحبس. شد في الحبس، والسيد اللي عندنا من العائله برد ليا فيه القلب. غير القضيه اللي قلت لك ما يعني ما قلتهالوش باش يزيد يطبق عليها. ما بغيتش نقول. عاود سير يا حال وجي يا حال. عاود جا واحد عاود ثاني دار لي نفس المشكل. نفس المشكل عاود ثاني. كيفاش نفس المشكل؟ عاود ضحك عليا عاود ثاني. عاود كيفاش ضحك عليك؟ تا هذا عاود جا بغيت نتزوج بيك لو بغيت ندير لو. وعاود له الناس قلت له ها مكان ما كتب عليا الله. قبلتي ما قبلتيش؟ قال لك لا انا قابل عليك، ويعني انا ما عندي غلط، مهم انت غير ما تعاوديش تكرر مثل هذا. قلت له صافي بقى دخل معايا وخرج، دخل معايا وخرج تاني مشى وخلاني. مشيت رميت النمره ديالي في واحد البرنامج ديال الجواز. شحال كانت في عمرك ديك الساعة؟ كاش النسبة الأولى؟ دابا راه عندي ستة وربعين. وديك الساعة؟ كانت الوالدة راه مات 11 العام هادي، يعني قبل ما تموت بعام. 11 العام يعني تكون ديك شي 35 عام بحال هكاك. بحال هكاك غادي في النصبة الأولى. ودابا كما اللي تقدمت نقول لك كي تقدموا لعباد الله، حيت عندي هاد المشكل. كما اللي قلت له هاد المشكل كيبقى معايا فالتالي كان التسمي كيكون. وحدي في الدار كيجيني كي راه جوج خطرات وين كندير محاولات انتحار. جوج خطرات. واخا كملينا على البرنامج هذيك ديال البرنامج. عيط حطيتي نمرتك في شي برن في شي برنامج؟ حطيت النمره ديالي في واحد البرنامج. عافاك ردي الميكرو كي كان في الاول. عافاك ردي الميكرو وكل شيء بقي يبرك على هذا. جاي مرات بلوكا اللايف راه مبلوكي، كل شيء بقي يرجع معاك. عافاك شنو قلتي؟ حطيت النمره ديالي في واحد البرنامج ديال الزواج. يعني كم اللي دخل عندي كنقول له ها مكان يعني ما واخا تحيدي دقيقة تسمعيني ياك؟ الاخوان راه تبلوكا، كلشي بالك على الجيم، كلشي بقي بالك على الجيم، كلشي بقي بالك على الجيم. عافاك كلشي قليب وجام. شنو قلتي يا هاجر؟ هاجر شنو قلتي يا اخشي؟ حطيتي النمرة في برنامج؟ حطيت النمرة في واحد البرنامج ديال الزواج، اكثريتهم كيلقيت في اللو. تكلم معايا واحد من الجزائر، تكلم معايا واحد من الجزائر. يعني هذاك الله يعمرها في العامة، ما هي القبيلة تكلم معايا نيت. حيت قال لي بغا الزواج، قلت له ها مكان يعني قبلتي ما قبلتيش ما صافي ما تقبلش الامور. تهو ما تقبلش الامور. هذا عنده مرة غير بغي عنده يعني مرة هنايا وبغي يبقى معاه الاخرى يعني الجزائر. اخويا الخدمة ما كان خدمة. دابا اخوتي كاين حد ما كيديها فيا، حتى شي واحد ما كيطلع عليا في تدير العملية عن الوالدة. يعني لا خدمة لا رقمة. كيجي الارتكاب دابا راه 15 اليوم وانا ناعسة، قسم لك يمين ماوك لا فيها مشاربة. كلشي كبشي تايا غادي. هاجر كنزوغ
حياتي ضاعت، كنشوف لحياتي ضاعت، كنشوف مستقبلي ضاع. وقعتني شفقت العمل وكل شيء، الوليد اللي يطلع لك ولا الحباب ولا صحب مكانش. من قلت له نقدم ولا نأخر. تعرف اخويا هذيك اللي تكلمت معاك، راني عاد سمعت البرنامج ديالك قبيلات، هذيك اللي تكلمت معاك اللي قالت لك درت لك هنا درت يعني ديك دردك ولا شنو هي؟ اييه سمعت اخويا البرنامج ديالها، شتي داكشي اللي وقع لها بحال مرض نفساني، داكشي اللي وقع لها قبيلات قسم لك يمين اللي تفرجت اللايف ديالها. الا هي كتقول وانا كنبكي وانا كندعي معاها، الله يعمي سيدي ربي يفرج عليها، داكشي اللي وقع لها غير هي بعد تزوجات، يعني تزوجات داك الارتكاب اللي في هذيك السيده، وداكشي اللي في ديك السيده هو اللي وقع ليا. نفس المشكل نفس المشكل، غير هذيك بعد هذيك دارت الكينه دارتك هذيك يعني، وتحرمت من الولاده، وانا تحرمت من الزواج، وتحرمت من الخدمه، وتحرمت من كل حاجه. صور اخويا وقسم لك يمينا، قسم لك يمينا الا حق 15 يوم هادي ما طاحت فيا عند سيدي ربي. اهو لا اللي تجود انتج، ما كانش اللي يسول فيك ولا يقول اش خاصك ولا شكليتي ولا شربتي ولا حتى شي حاجه. الخدمه اي خدمه مشيت، اي خدمه مشيت لها بنادم كيبي يستغلك. بقعت فيها وقسم بالله انا بقعت فيها، حسيت بيها والله، ما شفتش غير انا ولا تاتا وما بين مقصحها هجر. كل شي كتب لها شي دعوة، اي واحد يتفرج يكتب لها شي دعوة. هجر شوف هجر، ما سقديش الامل كما تنقولوا، ربي كبير وما تيستاهل. تمنيت من الله غير يجيب لي الله غير شي واحد ولد الناس، يكون ولد الناس ويدير عليا ما ندخل ما نخرج لي انا غير مع من هذيك اللي هذاك رد عليها الراس، ضاع لي مستقبلي وضاعت لي حياتي وضاعت لي كله. يا هاجر من صغري وانا كنعاني، من صغري من صغري من صغري من صغري. هاجر تقدري تقولي لنا المدينه فين تتسكني دابا؟ نعم تقدري تقولي لنا المدينه فين تتسكني دابا؟ خويا لو قلتها راه غادي هادشي تشرح، نقولها لك في بلاصة أخرى، نقولها لك يعني في ماشي واحد إلا بغى يعاونك في خدمة ولا شي حاجة ولا بغى يساعدك ولا خويا إلا قلتها راه شتي هاد القصة ديالي يعني عارفينها كاملة، إلا عرفت إلا قلتها إلا قلت البلاصة يعني فين ساكنة يعني هاد السر اللي قلت لك أنا ما قايلها لحد. حسبي الله ونعم الوكيل داك السيد بهذا. مستقبلي اخويا مستقبلي مستقبلي ضاع. مازال كبير. كنت خدامة في شركة الخياطة، دلوني بحال لي فاليس برلية، يعني مابقيتش كنقدر نوقف، واخا كنوقف حنا كنكسر الوقوف كيبقى ويضروني رجليا. هجر اللي شو بغى الرقم ديالك؟ هاجر إلا بغى شي واحد الرقم ديالك نعطيوه الرقم. خويا إلا كان في واحد اللي معقول كي قال هذا كيكون ما يضحكش عليا، كي قال هذا كعطيه له ماشي مشكل. ماكرهتش، أقسم بالله ماكرهتش تعيطي لي تقولي راكي مزوجة،
والله تنتمنى عافاك بعد قدي الميكرو حيدي سمعك على الميكرو عافاك حيت ما تسمعوكش وقيلا راكي سادة شنو قلتي ما كرهتش نصبح ميت ولا هذا اللي بغى الرقم ديالها غير يتواصل معنا عبر الصفحه الرسميه بي ا دي اف اسباس اش اي ال ا ال اي كتبنا بغيتنا الرقم اللي بغى يعاونها في خدمه ولا في شي حاجه ما كرهتش شي وحده اللي عندها اخوها كبير تقيدي في هذا الشيء ديال الدعم وهذا الشيء ديال هذا بغيت غير الورقه ديال الطبيب ديال يعني هاد لامو ولا هاد الشيء اللي خارج حيت مشيت قالوا لي شوفي شي واحد اللي يدخل معاك كنت دايره بعد داك الرامض بعد تيلا مرت ولا شي كنمشي للطبيب هاكا ونمشي وناخد هاكا وبحال الدواء ولا ندوز ولا هاكا ندوز فابور دابا صعب علينا الحال حيت مشيت متقيده قالوا لي كاين شي واحد اللي يتقيد معاك لا كانش واخا اللي بغى الرقم ديال هاجر يتواصل معنا عبر الصفحه الرسميه بي ا دي اسباس اس اي اش اي ال ار ال هي اكتب لي بغيت الرقم ديال هاجر نعطيكم الرقم ديال هاجر